محمد غدنر زميلنا من الملعب، لقاء مع الكابتن رامي عادل المدرب المساعد للمكون العرب، نشوفه ونرجع نكمل كده. اتفضل. تحياتي لكل السادة المشاهدين من السادة السويس الرياضي ولقاء النادي المصري ونادي المقاولون العرب. قبل اللقاء إطلالة سريعة عن فريق المقاولين من الكابتن رامي عادل المدرب المساعد لفريق النادي المقاولين ونجم طبعا النادي الأهلي والمقاولين والمصري السابق. تحياتي ليك كابتن. تحياتي ليك، أهلا وسهلا. بنتكلم قبل اللقاء والتعليمات الأخيرة من الكابتن عماد النحاس للاعبين. كابتن عماد حضر للسويس من أجل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعليمات كابتن عماد وتعليمات الجهاز كله، نحن ماتش مهم جدا بالنسبة لنا، احنا واخدين من اول الدوري كل ماتش لوحده، مش مركزين قوي مع الكلام اللي هو انت بتلعب على مركز اول ولا تاني ولا تالت ولا رابع، ده طبعا طموح عندنا وكل حاجة، بس انت بتلعب كل مباراة لوحدها، مباراة كؤوس كلها بالنسبة لنا من بداية الدوري بنلعب. مباراة النهاردة مهمة جدا بالنسبة لنا، احنا فريق المصري من الفرق اللي بتنافس على المراكز المتقدمة، فهيبقى الماتش بالنسبة لنا بست نقط هتبعد عنه بفرق كبير ان شاء الله لو كسبنا النهاردة. جايين نلعب على المكسب طبعا، احنا من بداية الدوري من السنة اللي فاتت الحمد لله الاداء الناس شايفة ان الاداء مختلف والفريق ماشي بشكل كويس، فده اللي احنا بنشتغل عليه السنة دي، ان احنا ان شاء الله طموحنا يبقى في مكان تاني ان شاء الله السنة دي بإذن الله. كابتن رامي، هل في تعليمات محدده للاعبين مع بعض لاعبي النادي المصري؟ يعني اكيد خط هجوم النادي المصري من اقوى الخطوط الموجوده في الدوري الممتاز. طبعا، لا انت بتلعب فرقه كبيره زي ما قلت، معاهم مدرب محترم جدا كابتن ايهاب جلال، فرقه بتلعب كوره بشكل مختلف عن باقي فرق الدوري، لازم يبقى تركيزك عالي جدا معاها، عندها لعيبه كوره كويسه جدا، عندها مهاجمين كويسين، فلازم يبقى طبعا التركيز اعلى بكتير من اي مباراه تانية، يبقى فيه اهتمام قوي، عندهم المهاجمين اقوياء، يعني عندهم مهاجمين اقوياء جدا، لازم تبقى مركز كويس جدا معاهم، فشغالين على الموضوع دوت مع اللعيبه، بننبههم كتير ان لازم يبقى فيه تركيز كبير جدا مع فرقه زي المصري. يعني بشكرك جدا، واتمنى باذن الله مشاهده مباراه طيبه تجمع ما بين فريقي النادي المصري ونادي المقاولون العرب. كل التوفيق للكابتن وكل التوفيق ايضا للنادي المصري. شكرا، الف شكرا. دي اطلاله سريعه مع كابتن رامي عادل نجم المقاولين السابق ومدرب المساعد في نادي المقاولين، وباذن الله يكون لنا لقاءات اخرى مع مدربي النادي المصري. عوده مره اخرى واستاد مصر.